السلام عليكم. احنا هنا في المكان الجميل ده، الحقيقة منظر رائع وقت قرب غروب الشمس، وبحاول اخد كومبوزيشن جميل لمنظر الشلال ومنظر العمود ومنظر الشمس والجبل والمبنى، بحاول اخد كومبوزيشن للمنظر ده بالكامل. يمكن هنا عشان بصور بموبايل مش هقدر ان انا اجيب كل كومبوزيشن في صورة الفيديو. الصورة دي من ضمن الحاجات اللي هتبقى ظريفة فيها، احنا عندنا سحاب خفيف موجود فوق. السحاب الخفيف ده لو بنصور صورة لونج اكسبوجر هيبقى شكله جميل، بالإضافة ان شكل الشلال هيبقى شكله جميل جدا في اللونج اكسبوجر. وبالتالي هنا انا حاطط الكاميرا، حاطط ان دي فلتر، حاول ابينه، ده ان دي فلتر بي بلس دبليو ان دي فلتر. المفروض ان ده بيقلل 10 ستوب على العدسة، بس هو الحقيقة بيقلل 11 ستوب، يعني بالتجربة كده لقيناه بيقلل حوالي 11 ستوب. دي العدسة ال 2470 زايس للكاميرا سوني اي 7. السيتنجز اللي انا مختارها هنا، انا مختار اف 13. اف 13 هدفها ان انا اجيب معظم الحاجات ان فوكس. انا في الطوب قريب جنبي وفي الشلال وفي الاماكن بعيدة، فمحتاج عدسة، فتحة عدسة ضيقة عشان اقدر اجيب معظم الحاجات ان فوكس. الميترنج مود هنا اداني، انا بصور على المانيوال، فالميتر لما اداني زيرو، الميتر لما اداني زيرو الميترنج اداني 15 ثانية. اذا اللقطة النورمال 15 ثانية. انا بصور براكتنج، نجيب هنا المنظر، انا بصور براكتنج على خطوتين، يعني ماينس 2 وبلس 2 وزيرو، وبالتالي هنشوف اللقطة هتطلع معانا ازاي. طبعا قبل ما بركب الفلتر، يعني انا بيبقى صعب عشان دي كاميرا ميرورلس، بيبقى صعب شوية ان انا اضبط الفوكس على العدسة والفلتر موجود، وبالتالي انا ظبطت الفوكس قبل ما احط الفلتر، وبعد كده حطيت الفلتر عشان القط اللقطه على طول. حاليا انا هاخد اللقطه ونشوف هتطلع معانا ازاي. طبعا باخد اللقطه اللي هنا بريموت عشان ما اهزش الكاميرا، ان المنظر مش محتاج ان اي حاجه تتهز. من المهم جدا واحنا بنلقط صوره زي دي ان انا اختار كومبوزيشن كويس. يعني المنظر بيزي، يعني في حاجات كتير جدا، مش محتاج ان انا اقوم مركز في حاجه واحده وخلاص. ده تصوير لاندسكيب، وبالتالي محتاج الشلال ده يطلع معايا، والشلال ده يطلع معايا، والعمود معايا، والشمس معايا، محتاج الدنيا تطلع شكلها كويس متوزعه في الصوره عشان تطلع فعلا صوره ملفته وتطلع صوره جميله، بالاضافه للبروسيسنج بتاع الاتش دي ار اللي هيبقى مريحنا في الاضاءه الصعبه ديت، لان انا في هنا ضوء قوي جدا، بالاضافه ان في اماكن ظل جامده جدا، فهيبقى صعب ان احنا نعمل ده من غير اتش دي ار. فاحنا هناخد الثلاث لقطات ونشوف هنقدر نعملهم ازاي. نراجع كده على الكاميرا الثلاث لقطات. دي اللقطه البلس 2 طالعه فاتحه، ودي اللقطه ماينس 2، ودي اللقطه الزيرو النيوتن. تمام. انا بفكر اخد لقطه كمان، والسبب في ده ان احنا لو رجعنا بصينا على الهيستوجرام هنا هلاقي ان في اللقطه الزيرو معظم الاضاءات في الجنب الشمال، او معظم الداتا في الجنب الشمال. لو رحنا على البلس 2 هنلاقيها جت يمين شويه بس مش كفايه، وفي الماينس 2 طبعا كله شمال. فانا محتاج الهيستوجرام، محتاج شويه داتا في الجنب اليمين ده. الجنب اليمين ده هو الاضاءه العاليه، فانا محتاج صوره في اضاءه عاليه، يعني اخد ستوب كمان، فانا هصور صوره عند دقيقه. طبعا مش هفضل مشغل الفيديو دقيقه، بس عشان اظبط ده محتاج ان انا اروح للبلب مود. انا على المانيوال دلوقتي، وهنروح للبلب مود، البلب مود، وهظبط ستوب ووتش على دقيقه، وبعدين هستخدم الصوره دي في البراكتنج بتاع الاتش دي ار. هفصل الفيديو دلوقتي ونشوف الصوره الاخيره هتطلع معانا ازاي.
اتصورت على دقيقة، هي فعليا اتصورت على 61 ثانية. اتصورت طبعا بالمانيوال مود بلب، ما غيرتش اي حاجه بالكاميرا. شايفين هنا منظر الهيستوجرام، احنا جينا ناحية اليمين شوية بقى عندنا داتا اكتر. لو رجعنا نشوف الصورة اللي قبلها اللي كانت على 30 ثانية الداتا عاملة ازاي، جت شمال شوية، وبعدين اللي كانت على 4 ثواني شمال خالص، دي هنقدر ناخد منها شكل الشمس، منطقة الشمس، ودي اللي كانت على 15 ثانية. الصورة اللي هي على 30 ثانية دي اعتقد فيها شكل السحاب هيبقى كويس، لكن هنا هيبقى شكل الشلال والمية هيبقى كويس. هنعمل بروسيسنج اتش دي ار للصور دي ونشوف هتطلع معانا ازاي.